لو هبتدي مع حضرتك البداية اللي أنا قلتها، أنا عارف إن حضرتك في مرحلة الشباب خدمت مع البابا كيرلس السادس، صح؟ 4 سنين. 4 سنين مع و40 سنة مع قداسة البابا شنودة الثالث، وربنا يدي حضرتك طول العمر. لو حضرتك عايز تشبه لي كل مرحلة بكلمة كده تقول لي إيه؟ أنا الحقيقة محظوظ طبعاً إن أنا لما جيت أمبرويس هنا، جينا سنة 67. أيوة. فكان البابا شنودة لسه أسقف التعليم، أديله يمكن 5 سنين ولا حاجة. فالحقيقة شفنا واحد من القرن الرابع. 67 أنا جيت، المفروض أجي 66 67. أيوة. فلما جيت صغير كانوا عاوزين يمشوني، الأساتذة قالوا ده صغير استنى بعد سنتين ولا حاجة. فاللي كان عنده الكلمة الأولى والأخيرة هو أسقف التعليم. فالحقيقة اتقابلنا، كان معايا الأستاذ صليب قمص ديمتري هو اللي كان جابني، فقال له يا سيدنا الأساتذة عاوزين يقولوا له ده صغير ويمشي. فقال له طيب سمحته ولحن، فقال لا ده يقعد. فمن ساعتها بقينا أصحاب. في سنة 68 جم كان عاوزين ياخدوا 2 يساعدوا مع المعلم فيون، المعلم أسعد في البطرخة القديمة عند البابا كيرلس. البابا كيرلس. فأنا رحت أوصل 2، فالبابا كيرلس قال خلوا ده ومشوا ده، خلوا الواد ده. فمن 68 كان في مارس. قبليها كنت رحت الزمالك أصلي الأحاد، فصليت 4 أحاد. بعدين البابا لما قال بقى قعدت وحاولوا، فمن ساعتها بقى قعدت في مارس. فحضرتك خدمت مع البابا كيرلس السادس 4 سنين. 4 سنين، من 68 ل 72 ل 71 ل 71 اسف، من مارس لمارس. اه. وبعدين كنت ببالي بقى عاوز اروح كنيسه صغيره، فالدكتور يوسف منصور كتب للبابا شنوده، وبعدين قال له ده متمرن مع المعلمين واستقبال الاساقفه والبطاركه فالبابا قال له لا ده ابني وانا اللي مربيه وانا ما حدش ياخده. فكاتل هنا من هنا بقى البدايه مع البابا شنوده كبطرك، لكن انا مع البابا شنوده حوالي 45 سنه. وبعد كده ربنا يدي حضرتك العمر مع البابا تواضروس الثاني. انا مع البابا تواضروس يعني احنا من سن بعض. بس ما حدش يصدق. ربنا يديك الصحه يا معلم. انا بيني وبين قداسه البابا 53 يوم. فجيت بعد ما خلصت السن قلت له يا سيدنا انا خلصت وانا تحت امرك. فقال لي لا اكتب اللي انت عايزه وانا امضي. فمضى ان انا اكمل يعني. ده باذن البابا تواضروس. لا وحضرتك طبعا حضرتك تاريخ. الله يبارك فيك. تاريخ وكلنا تربينا على صوتك في الالحان الجميله. انا محظوظ طبعا. احنا اللي محظوظين بكنيستنا الغنيه بناس زي حضرتك يا معلم. لا هي الكنيسه عطتني كتير، ربتني وعلمتني كبرتنا، كنا جايين صغيرين قوي. فالعشره مع البابا كيرلس يعني أنا كنت أقوم الساعة 3 الفجر وأنزل بعد ما ينزل البابا كيرلس، بينزل يعمل التسبحة والناس اللي بتيجي من شبرا ماشي يقولوا لي هو مين اللي يستقبل مين، يروح هو كأن رد عليهم عشان طبعا الساعة 3 الصوت بيسمع. فالبابا كان بيسمعهم وهم بيقولوا لي أنت لسه داخل والبابا في التسبحة، فكان يقول لي خد يا ابني كمل، خد يا ابني كمل، أكمل التسبحة ويطلع يربعني في القطعة الأخيرة اللي هي زكسروجية باكر. الله. اللي هي السلام للكنيسة، كأن بنصب على الكنيسة والملائكة والقديسين.